ثانيه بقى ثانيه ايوه بس عدي استاذ الاستام خلاص يلا بينا يلا استاذ يوسف حضرتك جاهز يلا احنا جاهزين يا جماعه استاذ يوسف استاذ يوسف يلا احنا جاهزين يلا اونلاين كورس اوكي اتفضل يلا يا جماعه هدوء سوري لحظه سوري الو هاي ايه الاخبار انا عندي بس تصوير مشغول سنه طيب ماشي طب بس معلش محتاج اقفل بس بسرعه اوكي سوري معلش ماشي يلا سلام يلا سلام اوكي يلا يا جماعه احنا جاهزين 5 سوري معلش سوري طيب بس دي احنا لازم نبدا الكورس كورسي الكورس حضرتك اللي جاي تديه بعد اذنك اوكي يلا 5 4 3 2 1 اكشن كتير من الاباء والامهات بيبقوا قلقانين قوي على اولادهم وبناتهم على كميه الوقت اللي بيقضوه على الموبايلات وعلى جيمنج والبلاي ستيشن على السوشيال ميديا ابس زي فيسبوك انستغرام سناب شات وساعات كمان تويتر وكتير مننا بنبقى محتارين هو ده يعني فيز في حياتهم هل ده بس الطريقة اللي بيسلوا نفسهم بيها وهيكبروا ويتخلصوا منها وكتير مننا ما بنبقاش عارفين نعمل ايه او نتكلم ازاي مع اولادنا في الموضوع ده المشكلة مش بس كده انه احنا كمان بنلاقي نفسنا ان احنا بنقضي وقت كتير قوي على السمارت فونز والسوشيال ميديا كمان كتير قوي من الناس بتستخدم الحاجات دي كنوع من الراحة او نوع من الفصل عن الشغل او الحياة وده مش بس بيأثر علينا لكن كمان بيأثر على علاقتنا بأولادنا وده اللي أحمد أمين اتكلم عنه في برنامج الفاميليا ومن ساعتها جه أسئلة كتيرة قوي لشركة ويل سبرينج عن إزاي كأباء وأمهات يبقى نبقى رول مودلز لأولادنا في استخدام السوشيال ميديا وإزاي كمان نتكلم عنهم عن عاداتهم في الموضوع ده بحيث إن احنا نستخدمها بشكل ما يهدمش حياتنا وما يستنفذش وقتنا بس يبنينا ويفيدنا أنا يوسف يعقوب أنا كوربريت ترينر ولايف كوتش ومعاكم في الكورس بتاع ديجيتال ادكشن 7 حلقات على ايه هو بيحصل ازاي وبيأثر على علينا ازاي في مخنا وهرموناتنا وعاداتنا وعلاقاتنا والثقافة بتاعتنا وازاي يبقى عندنا خطة واضحة وعملية ومحكمة على ازاي نتغلب على الادكشن ده لحياتنا وكمان لولادنا بطرق عملية فنقدر نستخدم السوشيال ميديا للفايدة بتاعتنا مش انها تبقى عائق للنوع الاشخاص اللي احنا عايزين نبقاهم وعايزين كمان نشوف اولادنا وبناتنا في المستقبل بيكبروا ليهم